اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي، وهنعمل مع بعض النهارده كفتة الرز. كفتة الرز من الاكلات المصرية الشهيرة اللي مفيش بيت مصري طبعا ما بيعملش كفتة رز، وبالذات في الاعياد طبعا. بس ناس كتير بتقابلهم مشاكل في عمايل الكفتة دي، وبالذات المبتدئين، يعني ممكن تفك معاهم في الصلصة او تفتح معاهم اثناء التحمير، ما بيعرفوش يظبطوا نسبة الرز للحمة. ان شاء الله في الفيديو هنتغلب على كل المشاكل دي وهنحلها مع بعض. تابع الفيديو للاخر ان شاء الله علشان تعرفي ازاي تطلعي كفتة رز مظبوطة جدا بطعم حلو جدا. قبل ما ندخل على الوصفة بتاعتنا، بحب اشكر كل الناس اللي انضمت حديثا للقناة، بجد فرحتوني ونورتوني، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. واللي اول مرة يدخل على القناة وما يعرفنيش، انا أميمة ودي قناتي. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، ويلا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا. اول عامل من عوامل نجاح كفتة الرز يا جماعة هو نوع اللحمة. اللحمة طبعا لازم تبقى حمرة صافي من غير دهون، ولازم تبقى يعني يفضل تبقى لحم كندوز، وكل ما كان كندوز كبير كل ما كانت احسن وتطلع متماسكة اكتر، او جملي يعني، يا اما كندوز كبير يا اما جملي، وتبقى حمرة صافي زي ما انتم شايفين كده. وافضل حتة لحمة هي اما من الرقبة او من الفخدة. انا هعمل معاكم كفتة الرز النهاردة في المفرمة، واللي ما عندوش مفرمة هنقول واحنا ماشيين في الفيديو لو هتعمليها في الكبة تعملي ايه. بس التكنيك بتاع الفيديو النهاردة لكفتة الرز في المفرمة، علشان يا جماعة كفتة الرز في المفرمة مختلفة شوية عن كفتة الرز في الكبة. تابع معايا الفيديو علشان تعرفي ازاي لو عندك مفرمة تعمليها ازاي، ولو عندك كبة تعمليها ازاي. طبعا بطلعها الاول نص تفريز، او يعني بتبقى مجمدة بسيط علشان تتفرم معايا كويس في المفرمة. انا هعمل معاكم النهاردة كيلو من اللحمة، هنشوف هياخد قد ايه من الرز. اول حاجة طبعا هنقطع اللحمة دي لمكعبات صغيرة. لو انت طبعا هتفرمي عند الجزار برضو هتتبع نفس الخطوات اللي انا هعملها في الفيديو. وخلي بالك واحنا شغالين هقولك لو هتعملي في الكبة هتعملي ايه، ولو في المفرمة هتعملي ايه. خلصت التقطيع اهو، هنشوف دلوقتي الرز بتاعنا. انا عندي هنا 3/4 كيلو من الرز. الرز دوت مغسول ومنقوع لمدة من نص ساعة لساعة، بعد كده خرجته على فوطة ونشفته كويس جدا، ما بقاش فيه مية خالص. لو انت هتعملي على الكبة الرز بتاعك لازم يبقى ناشف وتطحنيه في مطحنة الخلاط، وبعد كده تنخليه وتطحنيه تاني لحد لما يبقى ناعم جدا. لو انت هتعملي في المفرمة زي ما انا هعمل، الرز لازم يبقى مندي. طبعا انا هعمل في المفرمة، المفروض ما كنتش سبت الرز ينشف قوي او ينشف خالص، علشان بس انا كنت مشغولة فالرز معايا نشف، فهنديه دلوقتي بشوية مية زي ما انت شايفة. لو الرز ناشف مش هيمشي معانا في المكنة يا جماعة. يبقى دلوقتي لو هعمل في المفرمة الرز لازم يبقى مندي، لو انا هعمل في الكبة يبقى الرز لازم يبقى ناشف خالص واطحنه الاول في مطحنة الخلاط وانخله واطحنه تاني. لو انت هتعملي برضو في المفرمة، هتفرمي الخضرة والبصل واللحمة في المفرمة، وعاوزة تنعمي الرز في مطحنة الخلاط، يبقى برضو تنشفيه كويس وتطحنيه، وبعد كده تنخليه وتطحنيه تاني. ومدة نقع الرز يا جماعة ما تزيدش عن ساعة، علشان الرز مبقاش بايش وشارب مية معايا كتير، وده اول عامل بيخلي الكفتة معايا تفك في الصلصة. تاني حاجة عندي هنا بصلة كبيرة لكل كيلو من اللحمة، يا اما بصلة كبيرة يا اما بصلتين متوسطين. قطعت البصلة مكعبات، ودلوقتي هضيف اللحمة، كيلو اللحمة لتلات اربع كيلو الرز، اضيف عليهم كمان راس توم متوسطة او 10 فصوص توم متوسطين، وعليهم كوباية من الخضرة اللي هي الشبت والبقدونس والكزبرة. انا ما بحبش الخضرة كتير في كفتة الرز يا جماعة، انتوا لو حابين تكتروا معاكم لحد 3 حزم لكل كيلو من اللحمة، وهتاخدوا الورق بس مش هناخد العيدان بتاعت الخضرة عشان العيدان بيبقى فيها مية. اضيف دلوقتي البصل اللي انا قطعته مكعبات، وبالنسبة للتوابل من الشمال لليمين عندي معلقة صغيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من البهارات السبع او من بهارات اللحمة المشكلة، ونص معلقة كبيرة من الملح، ممكن تزودي لو حابة، وسنة من القرفة حوالي ربع معلقة صغيرة، وهضيفهم على الميكس بتاعي وهقلبهم كويس جدا.
طبعا لو انتي هتفرمي عند الجزار هتقلبي المكونات كلها مع بعض وهتوديهم عند الجزار. الجزار المفرمة اللي عنده بتبقى قوية جدا، عشان كده بنخلط كل المكونات الرز واللحمة كله مع بعضه وبنوديه عند الجزار. لو هتعملي في البيت او عندك مفرمة في البيت برضو هتتبعي نفس الخطوات دي. لو انتي المفرمة بتاعتك اللي في البيت مش قوية يبقى تطحني الرز في مطحنة الخلاط وتطحني الخضرة والبصل والثوم واللحمة مع بعض، والرز بيبقى في مطحنة الخلاط تطحنيه ناعم جدا، وبعد كده تعجني العجينة بتاعتك على ايدك وبعد كده تديها وش على المفرمة. انما لو هتعملي في الكبة هتطحني في الكبة الخضرة مع الثوم مع البصل تنعميهم كويس جدا، وبعد كده تضيفي عليهم اللحمة اللي هي بتبقى مفرومة مسبقا وتديها وش في الكبة، وبعد كده تضيفي عليهم الرز اللي انت عاملاه او اللي انت طحناه في المطحنه، وتطحني كويس جدا في الكبه لحد لما تنعم معاكي. بالنسبه للمفرمه انا خدت كل المكونات دي كلها على بعض، انا المفرمه بتاعتي قويه علشان كده خدت الرز كمان معاهم. فرمت اول وش على الفرم المتوسط، طبعا زي ما انت شايفه العجينه كده لسه خشنه معايا، هعجنها كويس عشان المكونات كلها تبقى متجانسه ومتوزعه كويس، وبعد كده هديها وشين على الفرم الناعم، يبقى فرم متوسط وش واحد وفرم ناعم وشين. دلوقتي هغير سلاح المفرمة من الفرم المتوسط للفرم الناعم. اهو غيرت السلاح من المتوسط للناعم، لان يا جماعة اول سر من اسرار الكفتة انها تبقى مفرومة كويس جدا واخده كذا وش سواء في الكبة او سواء في المفرمة. ده اول سر من اسرار الكفته اللي بيخليها ما تفكش معانا. ناس كتير بتشتكي من موضوع ان الكفته بتفك في الصلصه، ده علشان انت مش يعني مش فارمه الكفته، عجينه الكفته بتاعتك مش ناعمه كفايه. وانا بقول في اي كفته انا اعملها او اي حد يعملها الكفته يا جماعه سر تماسك اي كفته في درجه الفرم بتاعها. كل ما كانت درجه الفرم كتير يعني انت فرمها كويس وناعمه كويس جدا، كل ما كانت الكفته بتاعتك متماسكه عمرها ما تفك منك لا في صلصه ولا على سيخ ولا على اي حاجه. وادي عجينه الكفته بتاعتي بعد ما خلصتها زي ما انتم شايفين كده عجينه متماسكه، نسبه الرز للحمه مظبوطه جدا. لو انت حابه تكتري الرز شويه يعني عايزه تخليه كيلو مثلا من الرز لكل كيلو من اللحمه، في الحاله دي العجينه بتاعتك ممكن تحتاج منك شويه ميه او تزودي الخضره شويه او تزودي بصله متوسطه كمان علشان تندي معاكي العجينه. دلوقتي هنبتدي نصبع الكفته. انا عندي طبق فيه زيت، بلي ايدي كويس بالزيت وبعد كده هصبع. انا بحب اصبع على سطح علشان صبع الكفته يبقى سمكه واحد يبقى شكله حلو. هصبع الكميه بتاعتي كلها في المرحله دي. ممكن لو عايزه تفرزي الكفته دي تفرزيها وهي نيه من غير تحمير بنفس شكلها دوت في اطباق، وتحطي ما بينهم فواصل كده يعني ورق زبده او كيس بلاستيك، يا اما تفرزيها بعد التحمير. انا دلوقتي نزلت الكفته بتاعتي في زيت غزير سخن، هبتدي بقى احمرها. انا بحب لون الكفته يبقى ذهبي زي ما انت شايفه كده، ما بحبش اكتر الخضره علشان انا اولا ما بحبش طعمها يبقى كتير في الكفته، وبقى ثانيا بحس ان هي بتغمق الكفته بتاعتي فما بحبش اكترها. لو انت حابه تكتريها ده شيء يرجع لك ويرجع لذوقك كمان. دلوقتي هنبتدي نعمل الصلصه. عندي كده معلقه من الزبده عليها شويه من الزيت، هسيبهم يسخنوا جدا وهنزل عليهم ببصله متوسطه. هسيب البصله طبعا تتشوح في الماده الدهنيه لحد لما تاخد لون اصفر خفيف. طبعا بعد ما تاخد لون اصفر خفيف هضيف عليها كام فص كده من الثوم، كام فص ثوم مفرومين، واشوحهم ريحتهم بس تطلع. هنزل عليهم بمعلقه من الصلصه الجاهزه اشوحها شويه، وبعد كده هنزل بعصير الطماطم. وعصير الطماطم طبعا على حساب كميه الكفته اللي هتعمليها. انا هنا هعمل نص كميه الكفته اللي انا عملتها معاكم. هضيف عليهم كمان شرايح من الفلفل الاخضر، وهسيب الصلصه كده تاخد غلوتين مش هخليها تتسبك قوي. هنزل عليها بالتوابل، نفس التوابل اللي انا ضفتها على عجينه الكفته هي نفس التوابل اللي انا هضيفها في الصلصه، بس هزود عليهم رشه سكر عشان حموضه الطماطم علشان تسكر لي الصلصه بتاعتي وتديها طعم حلو. هقلب المكونات دي كلها مع بعض وهسيب الصلصه تتسبك زي ما قلت نص تسبيكه، وبعد كده هزودها شويه ميه او شوربه. بس انا من رايي ان يعني كفته الرز مش بتحتاج شوربه ولا مرقه، هي اللحمه بتنزل مرقتها في الصلصه وبتبقى طعمها حلو. هسيبها بقى تتسبك نص تسبيكه او يعني تاخد غلوتين كده مع الميه، وهضيف عليها ايه الكفته بتاعتي. الكفته بتاعتي دي طبعا بعد ما فرزتها، انا ما صورتش الفيديو كله في نفس اليوم،
صورت الصلصة في يوم والكفتة في يوم، خرجتها من الفريزر مباشرة على الصلصة السخنة جدا. هسيبها في الصلصة حوالي يعني من 7 ل 8 دقايق كده، مش كتير يا جماعة، علشان الرز يعني الرز ما يستويش قوي ويبوش معايا في الصلصة. بعد ما خلصت كده هبتدي بقى اغرفها. انا قدمت معاها رز بالشعرية، هبتدي دلوقتي اغرفها. شايفين شكل الكفتة يا جماعة؟ يعني زي ما حطيتها زي ما خرجت، ولا باشت ولا اي حاجة. كمان جمال لون الصلصة رهيبة رهيبة بجد، كان طعمها رهيب جدا. احلى كفتة رز ممكن تجربوها. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسوش بقى لايك الفيديو وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.